ايوه بعدين بعد والله قبلي انت ما باللي هنت ترى الله لا هذا تحضر هذه الدوله مرخصني الله يرخص يا حلو كيف معي الحقيقه انا اشكر الايام اللي جمعتنا وياك على مائده واحده والله هنا انا من اسوء الايام تساويت الروس يا ابو معيان لا ما لا لا عمر الروس ما تساوي ليه ما تساوي لان العلاقه طرديه ما هي بعكسي بلغ مبلغا علي الا الله لقد التقيت ملتقا صعبا لا لا اهدى صدقني يا فهد الايام قريبه وبتثبت ان الروس متساوي والله شوف انا اتوقعها لك اكشر الطلاب اللي خدت خبر يوم التعتيد يا مدير لو بيجي رجع الطالب ليش التفت انا نعم في خلاف جانبي بين فهد وفهد زياد السنابات اللي قبل شويه اشوفه ولا ما اشوفه ترى اذا شفته ما من صالح لا تقدر تشوفه في الستوري ايوه بس ما من صالح كذا رديت عليها انت ايه ردك يفرق تعرف اللي تعرف هذا هذول حلمي صنعناهم حلمي انت بتقول لا يا شيخ انت كنت تصنع مني طيب لحظه زياد تقدر تسوي معي نفس السنابه انت اداه استخدمك على الشاشه اللي قبل ثواني الى الان والى بكره تقدر تسوي معي دخل بيدك ها سبحتي ما تبر السنابه اسمع لك ما يا حلوك حلوك علي بعمل اجيب علي بعمل اجيب منك انك ممتاز هلا مرحبا هلا والله ان شاء الله اني احبك انا والله بعد احبك اطلع من دائره الخلافات اللي تحت انا وياه شوي انا وانا بعد احبك انا وياه شوي قطه كفى قطه ايش؟ قطه الشريك كفى اربع قطه طرب يا بدر من اعراب الشدار معي زي الشريك ولا هذه ما تقبل لجوء والله لو تجي عرضك وانا والله دخلتنا سجون بس تاب الدم يا مرحبا يا زينك بدر ليه بس ايش سووا لك ليش روح عني طيب راح يسافر عنده شغل ويروح عند بناته عند اهله ليش هو تحب اقول كل عطى له شور وكل خذ شور السلام وناخذ منها الاشوار شور سديدي جالس ومتحسف ولاني معذور عن جيه الغالي حزامي عظيم طول بعمرك ثم جاني الشامخ وضايق ومقهور اقول له وش فيك ثم قال ميدي حق الخوي واجب على كل منعور دام الخوي مطنوخ باسه شديدي ثم قلت له اركب ولا يحس بجرح ان هالطالات والعلماء اكيد ما عليكم زود ثم قلت له اركب ولا يلحقك جرح ان هالطالات والعلماء اكيد ثم اعترض خالد على مقدمة النور يقول فعل الطيب ما هو جديد ثم اتفقنا قبل لا يطلع النور ان نروح الحين يم الفريدي الصاحب الوافي ثم اتفقنا قبل لا يطلع النور ان نروح الحين يم الفريدي الصاحب الوافي ولا يمكن يقول شيء مزير في المواقف رصيدي وانا رفيق ما هو يلف في دوره ونعم وجزء القصه